صباح الخير، أرحب بمشاهدات ومشاهدي ام بي سي في كل مكان من العالم، وأرحب أيضا بمستمعي ومستمعات ام بي سي اف ام في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مجموعة إنسان. ضيفي الليلة فنان عرف النجومية في سن مبكرة، وإعلامي تدرج في العديد من المحطات، مقدما لبعض البرامج، منتجا لبعضها الآخر، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي. هو اسم استثنائي، أداؤه في منصات التواصل الاجتماعي رائع جدا ومبهر وفوق التوقعات، خصوصا في سناب شات. رأيي فيه أنا يا علي أنه ارتكب خطأ كبير في حق نفسه ومحبيه ومتابعيه، عندما خلق فترة ضبابية في حياته، وهي فترة اختفاء ما بين نجومية التلفزيون وعدم البدء مبكرا في نجومية مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثر عليه سابقا رغم تفوقه اليوم. هذه ملاحظتي عليه الوحيدة. الباقي في الحلقة. رحبوا معي بضيفي وضيفكم هشام الهويش.